السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزل. اليوم الحصه تاعنا، قبل ما نبداو ماذا بكم عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا. يعني غادي نتكلموا قبل الكار. الركراكي يلتزم التواضع ويحذر، يعني من ويحذر من هذا الثلاثي منتخبات ليبقى، يعني تبقى عندها السمعه تاعها. وين اعترف وليد الركراكي مدير الفني للمنتخب المغربي لكره القدم بصعوبه المباراه التي سيحل خلالها ضيف على المنتخب كوت ديفوار، صح، على ملعب يعني صح وين يعني بالعاصمه يعني وين. وقال الركراكي في مؤتمر صحفي الذي عقد مساء يوم الجمعه، يعني سعداء بوجودنا هنا في كوت ديفوار، جئنا مبكرا لنشتم رائحه كاس افريقيا قبل الجميع لملاقه واحد من افضل منتخبات الاسطوره القاريه للقاره السمراء. وقال المنتخب يعني الايفواري سيكون مدعوم بجماهيره ويقدم اقصى ما لديه لاسعاده وتوجيه رساله ليس لنا فقط بل لجميع المنتخبات القاره قبل انطلاق المنافسه، منافسه الكان، وسيجعلهم يعني مباراه صعبه. وين شو كيفاش هي وين غادي تكون مباراه، وين نقولوا بلي وين غادي تكون كاس افريقيا، يعني صعبه 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 صعبه. غادي تكون مباراه، غادي يكونوا مباريات يعني شيقه يعني للعشاق كره القدم، عشاق الفنيات، عشاق يعني يشاهدوا يعني الخطط مدربين، يشاهدوا بزاف صوالح يعني ما هي سهله. منتخبات ما هم سهل، خاصه مع كل افريقيا وين اصبحت يعني تقدم مستويات كبيره. يعني رانا نشوفوا بلي يعني المنتخبات اللي راهم يلعبوا بمستويات كبيره، يعني حتى اللي كانوا صغار وكبروا ما بقاوش من كاس صغير. يا صراحه كانت بكري تشوف ربعه ولا خمسه برك اللي زعما كنشوفوهم برك هما قليل ويكون حصان اسود. لا، عندهم نفس الطموح، نفس الحماس، نفس ما كاش كاع كيف كيف. هذه هي. وقال المنتخب الإيفواري سيكون يعني مدعوم بجماهيره ويقدم أقصى ما لديه ورسالة ليس لنا فقط بل جميع المنتخبات القارة قبل انطلاق المنافسة الكان، ما سيجعل المباراة صعبة وهذا ما سيجعل الدورة صعبة وهذا ما أبحث عنه بالضبط حتى نقف عن كثر عما ينتظرنا في بداية العام المقبل ونتعرف على الأجواء التي ستقام فيها البطولة الإفريقية والصعوبات التي سنلقيها. أعتقد أنها مباراة مفيدة للمنتخبين معا. وأضاف المغرب يعني المدرب المغرب أن المنتخب يملك قدرة كافية من الثقة بالنفس لخوض يعني أي مباراة يعني في المستوى العالي بالرغبة كبيرة في تحقيق الفوز أيضا. واتبع نستعد لنهايات كأس أمم إفريقيا في نسخة ستكون أصعب في التاريخ. كل منتخبات تمتلك نجوما خاصة ولاعبين متألقين في أقوى الدوريات. العالم كرة القدم الإفريقية تطورت كثيرا وشهدنا منتخبنا يعني منتخباتها تألقت في مونديال قطر ووصل الجميع. شاهد المغرب يصل إلى نصف نهائي يعني وانهزم أمام فرنسا وان تقدم مستوى جيد خلال المونديال الأخير. لذلك أنا أحترم جميع المنتخبات الإفريقية دون استثناء لأن الجميع يمكنه هزيمة يعني الجميع يعني جميع، وهذا ما شاهدناه في بعض المباريات الأخيرة. ورفض الركراكي وصف مجموعة المغرب بالسهلة، معلق جميع المجموعات صعبة بما فيها مجموعتنا. سنواجه منتخب في تصفيات مونديال 2026 قبل ملاقته من جديد في نهائيات كان، وهذا أمر غير سهل بل سيزيد من تعقيد مهمتنا في نهائيات القارية. لذلك علينا الحفاظ على قيمنا وثوابتنا
يعني من داخل المنتخب، لأننا إذ فعلنا ذلك سيكون من الصعب هزيمتنا. يعني وين غادي تكون زيد المغرب على بالك وين عنده، يعني عنده زوج، عنده غادي يلعب مع منتخبات، يعني غادي يلاقيهم في كأس العالم في نوفمبر، تصفيات المؤهلة لكأس العالم الخاصة بإفريقيا، وزيد غادي يلعب كونتر عليهم كوب دافريك. ماشي غير هو، كاين وقيلا ثلاث منتخبات غادي يتلاقاو في التصفيات، ويزيدوا يتلاقاو في النهائيات كأس العالم كأس إفريقيا. هذه هي هذيك شوية على نقولوا بلي المنتخبات الإفريقية ما صبحتش منتخبات ضعيفة، يعني منتخبات يحسب لها الحساب. شاهدنا تونس أمام فرنسا، شاهدنا الكاميرون أمام برازيل، شاهدنا غانا، شاهدنا السنغال، يعني منتخبات لا يستهان بهم عادية. حتى المنتخب الجزائري لا يستهان به. وين قال لك وين وبخصوص حلم التتويج باللقب بالبطولة الإفريقية، قال ريغراغي أن الجميع من حقه الحلم بذلك، وكشف في الوقت ذاته حذره يعني الشديد من منتخبات المستوى الثاني والمنتخبات التي لم تشارك في المونديال قطر. موضح غالبية منتخبات المستوى الأول شاهدناها في المونديال الأخير، أما الذين لم يحالفهم الحظ في التأهل وخسروا مباريات الفاصلة ينتظرون موعد كأس إفريقيا على أحر من جمر ليثبتوا قوتهم قاريا. منتخب مثل الجزائر، مصر، والكوتيفوار، والمالي، وجنوب إفريقيا، وأيضا غانا الذين لم يوفق في التألق بقطر العام الماضي، سيكون من الصعب جدا مواجهتهم. نحن مستعدون للفوز باللقب، واللاعبون يرغبون في ذلك بشدة. بالمقابل سنكون نحن وتونس والسنغال أكثر منتخبات انتظار في نهايات، جميع يريد هزيمتنا. وختم ريغراغي قوله: لا أحد يمكنه التكهن بالمنتخب الذي سيؤال إليه اللقب كأس إفريقيا، الجميع بمستوى ذاته. لذلك فالنسخة المقبلة ستكون معقدة وصعبة جدا على أي منتخب يعني مرشح على الورق. يعني هو عنده ميزة يتكلم بها من حقه. هذه يا خويا، هذه يا ماشي سهلة. ماذا يسأل أخويا؟ ولا ما حسبينها سهلة ولا؟ والله ما هي سهلة كاع. هي تجي إن شاء الله. يعني غادي تجي كوب دافريك ونشوفوا الآخر لو 11 فيفري، ونشوفوا اللي يبقى. هذه هي، ما نسبقوش الأحداث. أنا واحد من الناس رشح المغرب. أنا اللي مرشح المغرب. كل واحد وكيفاش يرشح. كان لي تونسي مرشح الجزائر، كان لي مصري مرشح المغرب، كان لي مغرب مرشح جزائري، وهي رايحة كيما هكا. هذا هو التكهنات. أنا نشوف المغرب اللي غادي يلبدها وما رحت. هذه يا خويا.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظ